هذا مدير المطعم هني مع ابو عامر وياي معرس. معرس؟ متزوج في مصر، ما يقولوا معرس، متزوج وياي بنا حلويات مصرية بمناسبة زواجه. زواج عامر ومن كل مال ومنها العيال اشوف. يا الله، هذا من مصر ها؟ حبيب قلبي الله يسعدك يا رب، الله يسعدك. وصلنا صحن المشاوي اللي اكلناه امس، ولكن في شيء جديد بعد عند عامر. ابو عامر عنده بيتزا مشكاك. بيتزا مشكاك، الله، شوفوا تخيلوا بيتزا بلحم مشكاك البوش. يا سلام، فناني. بالعافيه استاذي، بالعافيه بالعافيه. كم اعلان مسوي اليوم؟ ايش قال مبورك؟ في السعادة سعدي اهل المدينة، اهلها اهل العقول الرزينة. رزينة في ضواهم طاب والقى السكينة، بات طيب الروح من قبل ما موت، شلني الهاجس بغيت انا رواح، لا بغدر بات ولا صح النوت. كيف حالك؟ الحمد لله. انت اخو مبارك؟ انا اخو. قول والله. والله اني اخو. انت اخوه؟ اخوه شقيق وبعض. خليص من امه وابوه؟ اكيد. فرق يا اخي. شوفوا شوفوا يا جماعه هذا، وشوفوا مبارك تحت. سمعنا يا مبارك. وزع الحبيبي وراح، يوم تعكل في البطاح، سرت للمغابر لقيت قرقوبي. قرقوبي صبرك يا حثيم على الحيسة والموجي، ما بين صولي وشاع طوى حثي مفزع، قال برقع حسيت عبرودي. صبرك يا حثيم. لا اله الا الله توب فيهم الحاجي، لا اله الا الله توب فيهم الحاجي. قلت يا عم خفف قلب وقهوه وتشكف، قلت يا عم خفف او تشكف، قال عندنا عادي. لا اله الا الله، الله توب فيهم الحاجي. خلوا علي المناني والصحن والصياني، خلوا علي المناني والصحن والصياني، وقدر ويل وسادي. لا اله الا الله الله. كل ما جيت مره تقول لي جيب عشره، كل ما جيت مره قول لي جيب عشره من خيانه وربادي. لا اله الا الله توب بهم الحاج. أخوك؟ والله أن ما مقامك، ولكن دائما أنت تستاهل الخير. ما بغيته؟ ما بغيته؟ ما بغيته، لا مقامي ولا مقام ما بغيته. صبر شوية. ما بغيته. ما بغيته. ما بغيته؟ ما بغيته؟ لا 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 افتحوا. اول بغيته ولا ما بغيته؟ الله بشر. حلفت مين انا؟ هديه قدام تابعينك. هذا هديه، ما حالك انت؟ ها ها ناس. ما مقامي. على الاخ الحبيب سعيد الشحري من وحده الدعم الفني وغرفه التجاره وصناعه عمان فرع محافظ ظفار. الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعافيك. انتم ما شاء الله عليكم دائما يعني تبحثون عن الشيء المميز للشركات والمؤسسات المحافظه، وانتم المميزين. الله يسعدك يا رب، وان شاء الله باذن الله بيكون لنا لقاء باذن الله مع رئيس الغرفه في محافظه ظفار، وباذن الله نقدم كل ما يحتاجون باذن الله الاخوان والشركات والمؤسسات هنا في محافظه ظفار من اجل ابرازها وابراز كل ما يقدمه. الله يعطيهم الصحه والعافيه. يصير ان انا اي صلاله وما زور مرباط وطاقه. اليوم جولتنا الى مرباط والى ولايه طاقه، والحبيب يودينا ابو ابو عامر. اتوب ضحي، اتوب ضحي. جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. اتوب ضحي، وين التيس؟ التيس عند شباب
شكلي هذا تشبهوني في مين؟ شروفان. يا شروفان بنجيك لطاقة يا شروفان. جهز جهز العشاء يا شروفان. وصلنا الى مرباط. ها شروفان وين رايحين؟ والله بيني وبينك خلصنا من الدمر الحين وبندخل الخياص الحين. مرباط رحم. مرباط انشودت التاريخ والادبي ومربط الخيل في الازمان والحقبي. وصلنا لمرباط. يا مرباط وجمال مرباط وبيوت مرباط وجو مرباط واهل مرباط وكرم اهل مرباط ويا حي والتوب ضحي اهل مرباط. التوب ضحي التوب ضحي التوب ضحي. الله وكأني امشي الحين كان يمشي في عيجه في العيجه في الصبخه في مخاء مره نفس الشيء. يا حي بعير ترفيت يا حي بعير ترفيت يا حي فيهم. شيخ سعيد العمري كيف حالك شيخ؟ ما يصير اني صلاله ماني مرباط وني عندك خصيصا. الله يسعدك. منصور انت تجذبك مشاعر. يا الله قبل الاشخاص وقبل اي شيء في هناك مشاعر. هذه المشاعر مش من اليوم. الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك الله يسعدك شيخ. ويا يبي لك مبورك يا حيابه مبورك. وبعدين ايش رايك في الريال؟ حبيبي سعيد معروف مرحبا. انا شفتكم بتصوروا قلت بخلي نفسي على جنب. حياك الله واشكركم جميعا على موقفكم الوطني وهذا دليل على انكم انتم يعني تنعمون بانتماء صراحه. الحمد لله نحن يسعدنا ويشرفنا. الله يسعدك شيخ الله يسعدك شيخ الله يسعدك شيخ. في كل الاحداث حاضرين. الله يسعدك. غدانا اليوم في مطعم المينا ما شاء الله. الشيخ سعيد عامل جلسات ومرتب المكان وعامل يعني غرفة جديدة غرفتين على هذا المنظر الجميل البحر والسفن. الله عليك مطعم المينا عنده مأكولات بحرية لا صارت لستوت. هذا في الخريف الماء ليه فوق. وهذا الغرف الجديدة هذا غرفة وهذا الغرفة الثانية. نفتح من ايه كذا كذا ما شاء الله. هذه قعدتنا واطلالتنا على 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 بحر مرباط. هذه اللي انا طلبتها طلب خاص من الشيخ سعيد السلطه. هذه سلطه الماكولات البحريه حاجه دمار. شغل الجامد انت نمبر 1. الله عليك الله عليك يا شيخ سعيد. الله شوف طريقه عمله ايضا للشارخه. الله الله هذا بيض. هذا بيض. ايوه حمور. وهذا هامور. بيض هامور هذا. يا ليلي يا ليلي يا ليل المقادير وانت يا محمد بيننا في مرباط. يا ليلي يا ليلي يا ليل وانت يا المخيني بيننا في مرباط. هذه صالونة ايش هامور. ها وهذا الحبار. يا الله ونقول يا ليلي يا ليلي يا بيض الله وجهك. بيض الله وخليت مبورك يغني. مبورك يا رجل دائما. وقلنا يا ليلي يا ليلي يا شيخ سعيد العامري واحنا معاكم الليلة في مرباط. الله الله حياك. هذه يسمونها غموس مصارين الهامور. يسمونها هني عندكم في مرباط غموس. ها مغامس مغامس مغامس. يا سلام. حتى الكيك عندكم سي فود. سي فود نعم. هذه كيكة مبارك غترو. الغترو احنا اللي يسميه حبار. زين على العرض. لا بالعرض بالعرض. مبارك الان. هابي بيرثدي يا مبارك. هابي بيرثدي يا مبارك. افتح. هابي بيرثدي يا مبارك. الله 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 الله. والله ان مطاعم عالميه ما يعملوا كذا. كذا نحن ابتكارات. دائما الانسان العماني يبدع. الشيخ سعيد اي احد يجي لمرباط هذا الاكل الان اللي نصوره من مشاوي من غتر ومن كل هذا موجود باستمرار. موجود وايضا عليه الحجز انه يكون. اذا بنحط رقم تليفونك اي احد يبي يعمل. وارجوكم اللي جاء اطلبوا الشارخه هذه اللي كلها مبرك اليوم بهذه انك بترجع لهم مرتين وثلاث. نعم. كيف طريقته؟ شوفوا 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 طريقة كيف شارخة قمة في الإبداع. الله الله الله. ايش عندك؟ ارتب المبورك.
حطيت للعيش الابيض وحط واسوي له شويه سمن. يا سلام. ها شويه سمن. يا سلام. وارجع من السمن احطي له من هالمرقه. شوفوا المرقه، شوفوا المرقه، شوفوا المرقه، شوفوا المرقه. ارتب له من هالمرقه. بعد المرقه احطي له شويه من هالهاموره ذي. زين هذا الهامور المبورك. زيد المرقه، زيد المرقه. حاضر. وازيد له من المرقه، اسبحه في المرقه. هذا شغل. واقول له اول لقمه، اول لقمه ياكلها من ايديه. صبر صبر صبر. زين زين وشويه نومي. اضرب لي ودعي له بالخمس بالخمس بسرعه بسرعه. بسم الله. بسرعه. عطنا رايك. هو يستوعب المخ من ثالث لقمه. يا دار دوري فينا، ظلي دوري فينا. يا دار دوري فينا، ظلي دوري فينا. تنسوا اساميهم، ننسى اسامينا. دار دوري فينا، ظلي دوري فينا. الله. دار دوري فينا، ظلي دوري فينا. تنسوا أساميهم، انسى أسامينا. هذا هالفور هالفور ضيقكم الدور قريب. اسمع يا الله. مبروك يا مبور، مبروك على السيارة الجديدة. الله يعطيك خير ويكفيك شرع. عيش الجو انها سيارتي بس. ونقول سرينا على المقرى وانا قابض السكان. زاد الخير يا سلطان، زاد الخير سلطان. سرينا على المقرى وانا قابض السكان. زاد الخير يا سلطان. الله يعطيك مثلها واحسن ان شاء الله. قول امين. ربي